أحسن الله إليكم. يقول: إذا شخص فاتته 4 ركعات قبل صلاة الظهر، هل يصليها بعد صلاة الظهر؟ نعم وكذلك؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها إذا فاتته قبل الظهر يقضيها. نعم. يقول: وهل كذلك 4 ركعات قبل العصر إذا فاتت هل يصليها بعد العصر؟ لا، هذه ليست راتبة، التي قبل العصر ليست راتبة، وإنما هي نافلة مطلقة فلا يصليها بعد العصر. نعم.